في نقل من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية، في حين إن القانون يقول إن نقل للمرحلة الثانوية يكون بالاختيار وليس بالإجبار أو بالرغبة. يعني حضراتكم ما تمش مشاورتكم بخصوص قرار النقل، ولا قدمنا طلب إن إحنا نتنقل، ولا عرض علينا هو شفوي أو تحريري. فوجئنا بنشرات النقل موجودة عندنا في المدارس. مطالبنا إن إحنا نرجع لمدرسة، مش أكتر من كده، لاستقرار العملية التعليمية وفي نفس الوقت لاستقرار الأسر لنا. اتردت حضرتك نتيجه الاجراءات التعسفيه اللي جنبها موجه الدراسات الاول الاستاذ احمد محمد حماد، اللي هو المفروض ان هو ما يمددناش ابدا لثانوي عام الا برغبتنا حسب الاعلان اللي هو كاتبه على باب مكتبه اللي قدام حضرتك في الصوره وموقع عليه هو شخصيا. وعندما لا يجد الرغبه في المدرسين اللي هو بيشوف من وجهه نظره كفر، المفروض يبحث عن الاحدث. يعني هتوفر الخبره مع الرغبه، اذا فقط شرط ان الاثنين يدور على احدث المفترض كده، ودي تعليمات التوجيه العام في المديريه. تمام، عشان كده كتب الاعلان اللي بين ايدينا. كلامي هو قرار الوزير 275 لسنه 2011 الخاص بالندب والنقل، يجب ان اكون في هدوء وحرصا على حياه المعلم وهدوء العمليه التعليميه، كمان نراعي كده المعلم ودوره في التعليم. واطلاقا هو لحقيتنا في عدم ان احنا ننفذ النشرات الندب التعسفي. وبناء على ذلك تقدمت باكثر من شكوى لمدير الاداره، ومعتمد عليها شؤون قانونيه، مؤشر عليها حضرته شؤون قانونيه، ولمده اسبوع على التوالي لم يتم الفصل فيها بالنسبه للشؤون القانونيه. مما وجدنا او حسينا وشعرنا ان في تواطؤ شويه، فعشان ما ينامش الموضوع اكتر من لازم اضطررنا ان احنا نصعد الامور ان احنا نعمل اضراب. ان انا معايا مستندات من المدرسه نفسها اللي انا متعين بيها، ده حاجه رسميه موثقه من المدرسه معتمده، جواب رسمي من المدرسه ان احنا موجودين في المدرسه ندب او نقل ايا من اي من المسؤولين الثلاثه، سواء كان الاستاذ جمال زينو او هلال ميسي مصيبه او عز الثابت مسعد، ده بيؤدي الى ان ارباك العمليه التعليميه وحدوث عجز صارخ، وده معتمد من مدير المدرسه بتاعتي. اضافه لكده كمان معايا نسخه من مجلس الامناء بالمدرسه اللي بيوضح ان احنا على احق وان احنا اقدميه في المدرسه وعارفين بظروف البلد وقادره بيها، فعشان ما يحصلش ارباك للعمليه التعليميه وتصير في هدوء ونظام، بداوا ان هم يوقعونا على ده شخصيا مجلس الامناء، وموقع برضه معتمد من اداره المدرسه. تمام. طبعا انا على حق كامل بان احنا نبقى في مدرستي. احنا بلغنا طبعا بالتلغرافات مدير عام الاداره ووكيل الوزاره ومعالي سياده اللي هو محافظ المنيا ومعالي سياده وزير التربيه والتعليم، كل دوت وصل له تلغرافات فور اخذ القرار بان احنا نعمل اضراب. واحنا تجمعنا مصادفه في البريد في مكتب البريد كل واحد او اثنين من مدرسه، انتوينا كده وتحقق دوت وتجمعنا في مكتب البريد بالصدفه. كلنا متضررين من النقل التعسفي او الندب التعسفي الثانوي عام على غير رغبتنا ودون تقديم طلبات موثقه ومعتمده. انا مطرب من يوم السبت، وانا مريض قلب اساسا، وده سبب تضرري الاول من النقل. انا صحتي ما عادتش تستحمل التنقل بين الاماكن، وركوب عربيات وسط المدخنين في الارياف. فأنا مستقر في مدرستي وخلاص، لو أنا في صحتي كاملة كنت ممكن أطلع واستجيب، لأن التعليم الثانوي بيتطلب بذل مجهود كبير. أولا نقل أي مدرس من مرحلة لمرحلة بطبيعته بيتطلب أي مجهود، لأنه بيحتاج لتكيف جديد مع طلبة من سن جديد بمستويات تفكير مختلفة، مع مناهج هو ما تعاملش معاها، لان انا بقالي فتره بتعامل مع مناهج اعدادي قد اكون حفظتها، لكن على الرغم من كده قبل ما اخش فصلي لازم اكون محضر درس تحضير جيد. فبالتالي عشان اروح المرحله الثانويه يبقى مضطر احضر من جديد مناهج المرحله الثانويه، ومش تحضير بسيط، تحضير قوي جدا جدا، لان ظاهره الدروس الخصوصيه منتشره في الخارج والطالب جاي مستغني عن مدرس الفصل.
وبيستخدم المعلومات اللي بيديها له المدرس درس خصوصي في الاستعراض على المدرس. واذا ما كانش المدرس ملم المام كافي بالمناهج ودارسها دراسه كويسه وقويه، الطالب مش هيكون في الفصل الا مصدر مشكله. التقارير الطبيه اللي انا جايبها من مستشفى التامين الصحي بالدبي 6 مستشفى 6 اكتوبر بالدبي واللي اجريت فيها عمليه تركيب دعامات بتقول ان انا حالتي لا تستدعي بذل مجهود زائد، بل يجب علي تخفيف المجهود قدر الامكان. الموجه ما اهتمش انه يبص في التقارير الطبيه. وللمفارقات العجيبه ان انا كنت قاعد في مكتبه بحاول اتناقش معاه واوصل له ان انا مريض قلب وهو عارف، لكن باكد المعلومه عنده من خلال التقارير اللي كنت واخدها له معايا، رفض وقال لي ماليش دعوه. دخل علينا زميل تاني بيقول له انا مش هقدر اروح التعليم الثانوي، انا عندي فيروس وباخد علاج الانترفيو. ومجرد ما قال له الجملتين دول قال له ماله يا حبيبي خلاص انا هلغي لك ندبك، انت حد كويس. الله، ازاي يعني انت بترفض تقارير طبيه معتمده ومجرد كلمه قبلتها ليه؟ ليه؟ الشخص الثاني اسمه وائل محمد، هل هو ده السبب يعني ولا ايه القصه؟ احنا ما بنطالبش بوصفنا الدين، احنا بنطالب بوصفنا القانون. تمام. مواطنين مصريين يعملون في قطاع حكومي تعرضوا لظلم بناء على مشاعر غير صحيحه داخل الموجه.